الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وإمامنا وأسوتنا محمد رسول الله. فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. واحشرنا معهم يا رب العالمين في جنات الفردوس. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال سبحانه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أيها الإخوة المؤمنون، حينما يذكر البلاء يذكر أيوب عليه السلام، حينما يذكر الصبر يذكر أيوب عليه السلام. أيوب عليه السلام أعطاه الله الدين والدنيا، أعطاه الله الوحي والمال، أعطاه الله خير الدنيا والآخرة. كان نبيا يوحى إليه، وكان ثريا غنيا، ملك الدنيا، أعطاه الله الأراضي الواسعة والأنعام الكثيرة، أعطاه الله مالا وفيرا ينفق منه ويعطي للفقراء والمساكين، من قصده أعطاه، ويبحث عن الفقراء واليتامى والأراميل فينفق عليهم بسخاء. أهل الشام كانوا يقصدونه صباح مساء، فيعطيهم بلا من، مع كثرة العبادة والطاعة والدعوة إلى الله عز وجل وحث الناس على الإقبال على الله تبارك وتعالى. فاستمال القلوب إليه وأحبه الناس وأطاعه الناس. ولكن الشيطان لا يترك العبد يعبد الله ويوحده، ولا يترك أحدا يفعل الخير وينفق في سبيل الله. شيطان الجن وشيطان الإنس يعترضون سبيل الدعاة والمنفقين والأسخياء، يعترضون سبيلهم. فالشيطان يريدها دائما عوجا ولا يريد أن تستقيم. فسيدنا أيوب عليه السلام في عمله الدؤوب طاعة لله وخدمة للعباد ودعوة لعباد الله عز وجل ودعوة العباد إلى طاعة الله. فالشيطان كان يوسوس للناس أن أيوب عليه السلام ما يعبد ربه وما يطيعه، يظهر ذلك لكم في الظاهر إلا لسبب، سبب المال، سبب الغنى، سبب وفرة المال، سبب وفرة المال الذي لديه. فلو كان فقيرا مثلكم ما عبد الله وما أطاعه وما دعا إلى الله أبدا. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فيريد الله أن يبين للشيطان اللعين الرجيم وللناس الذين يتقولون على أيوب عليه السلام أنه ما يعبد إلا من أجل هذا المال الذي لديه، كما يقول بعض الناس أولئك لهم الراحة الاطمئنان في حياتهم بسبب المال.
فابتلاه الله عز وجل فأخذ المال كله، أخذ ماله وما يملك من زروع وثمار وأموال وأنعام وآبار وعيون تجري بالماء، فبين عشية وضحاها أخذ الله ذلك كله. فماذا فعل؟ صبر وحمد الله عز وجل. من قبل كان يشكر، فلما أخذه الله عز وجل كان يحمد الله ويعبده ويكثر من السجود لله عز وجل، يخاف أن يغضب الله عليه، يريد رضاه. فالناس فإذا هم يقولون قد أخذ الله منه كل هذا وكل ماله، وما زال يدعو وما زال يعبد وما زال يطيع، فقال لهم الشيطان وسوس لهم إن عبادته وتمسكه بطاعة الله وعبادته ودعوته إليه إنما ذلك له أولاد، له أولاد يتكسبون ويأتون له بالمال ويعينونه، فأخذ الله أولاده كلهم في ليلة واحدة. أولاد، أن تفقد كل أولادك في ليلة واحدة؟ فقد يفقد الإنسان ولدا واحدا ويحزن حزنا شديدا، فكيف إذا فقدتهم كلهم في ليلة واحدة؟ فماذا فعل؟ صبر وحمد الله سبحانه وتعالى، أعطيتهم يا رب فأخذتهم، وازداد في العبادة والطاعة. فإذا الناس يقولون إن أيوب عليه السلام لم يتغير ولم يتبدل كما يتبدل الناس ويتغير الناس، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فوسوس لهم الشيطان مرة ثالثة فقال إن عبادة أيوب وطاعته لربه ما هي إلا أنه صحيح معاف الجسد، فلو أصيب بمرض ومرض وابتلي بالمرض ما استطاع أن يطيع ربه ولا أن يعبد ربه. فالله عز وجل ابتلاه في جسده، في جسمه، ما من موضع في جسمه وجسده إلا وفيه مرض، كان يتألم ولكن ما كان يئن، ما كان يشكو إلى أحد المرض الذي نزل به، وإنما كان يقول الله الله. فماذا فعل الناس بعد ذلك؟ هل واسوه؟ هل وقفوا بجانبه؟ لا، الشيطان وسوس لهم إنما نزل بأيوب، إنما ذلك عقاب من الله وقد غضب عليه الله، وهذا المرض الذي نزل به معدي فلا تقتربوا منه وابتعدوا عنه. فجاء أهل القرية الذين كان ينفق عليهم ويقف بجانبهم في السراء والضراء، فتغيروا وتبدلوا فقالوا يا أيوب عليك أن تغادر هذه القرية ولا تساكننا، عليك أن تخرج من هذه القرية فأنت مغضوب عليك، وهذا المرض الذي بك ونزل بك قد يكون معديا. فماذا فعل أيوب؟ أخذ رحيله ولم يبق معه إلا زوجته، إلا الزوجة الوحيدة التي وقفت بجانبه، وقال العلماء بقي معه اثنان من أصدقائه كانا يزورانه في كل مرة بين الحينة والأخرى. فخرج أيوب مع زوجته إلى مكان قريب بالقرية فوضع خيمته هناك، والألم به
الفقر والمرض والعزلة هاجره الناس، ومع ذلك ازداد في عبادة الله وطاعة الله راضيا بأمر الله وقضائه وقدره. فإذا الشيطان يأتي لأيوب عليه السلام فيوسوس له، يقول له: أأنت نبي؟ ثم انتشر الخبر بين الناس إن أيوب عليه السلام قد ارتكب ذنبا عظيما ومعصية عظيمة في الخفاء ولم يطلع عليها أحد إلا الله، فغضب عليه الله وعاقبه الله وأخذ ماله وأخذ أولاده وأمرضه. جاء صديق له فأخبره بالخبر وبما يقوله الناس، فحزن حزنا شديدا، فقال: والله يعلم وأنا أدري ما فعلت ذنبا ولا معصية، بل كنت إذا وجدت اثنين يتخاصمان فحلف أحدهما فأفرق وأصلح بينهما وأنفق المال وأكفر عن حلف أحدهما. تعظيما لاسم الله وتعظيما لأمر الله عز وجل. فلما انتشر الخبر وكذب عليه الناس فحزن ودعا الله عز وجل، والله عز وجل يقول: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يا رب، إني مسني الشيطان بتعب وإعياء يوسوس أقلقه، وعذاب أي مرض في جسده. إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وفي آية أخرى: واذكر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حينما تدعو الله بإخلاص ويقين وصبر على ما ألم بك ونزل بك، الله يستجيب لك. ومرة أراد أن يقضي حاجته وكانت زوجته التي تأخذ بيد زوجها أيوب، وكان حيي كباقي الأنبياء، وتركته ثم راح يقضي حاجته، فلما تطهر وأبطأ عنها وإذا الوحي ينزل عليه يقول الله له: أركض برجلك، أركض برجلك. إذا أراد الله أن يشفيك يشفيك بسبب لا تتوقع. أركض برجلك، ما معنى أركض؟ أي حرك رجلك يا أيوب. فحرك رجله فإذا الماء ينبعث من الأرض، يخرج من الأرض. قال: هذا مغتسل، اغتسل به. فاغتسل به حالا، ثم قال له: اشرب من هذا الماء. فشرب منه فإذا المرض يزول ويعافى في بدنه، فإذا أيوب عليه السلام يعود أشب ما كان. كان عمره 70 سنة، يتجاوز 70 سنة، فلما اغتسل بهذا الماء صار شابا مليحا صبوحا قويا. زوجته تنتظره فأبطأ عنها، ثم إذا بها تبحث عنه، فجاء أيوب ولا شريك له: ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، فأيوب عليه السلام كان نبيا كريما عزيز النفس، عزيز النفس، حتى أن زوجته قيل باعت ضفائرها ولم تجد ما تطعم به زوجها، وقيل أنها فعلت فعلا ما يغضب أيوب، يعني حاورته في كلام فأغضبته، ثم حلف أن يجلدها 100 جلدة. فلما عفاه الله عز وجل، فالله عز وجل قال له: هذه المرأة التي وقفت بجانبك وساندتك وأعانتك، فخذ 100 عود
من خشاش الأرض ثم اضرب به زوجتك، هذا الحنيث، وخذ بيدك تغض فاضرب به ولا تحنث. ومن صفات أيوب عليه السلام قال الله عنه: إنا وجدناه صابرا. يا نعم الصفة، يا نعم الخلق، الصبر على الجوع، الصبر على الغلا، الصبر على المرض، الصبر على البلاء، الصبر على الأهل، الصبر على الأولاد، الصبر على الجيران، الصبر على المجتمع. اصبر، الصبر على الطاعات، الصبر على المعاصي، الصبر على البلاء. إنا وجدناه صابرا. نعم العبد، يا أحلى من صفة أن يقول الله لك أنت نعم العبد، حينما يثني الله على عبده: نعم العبد أنت. إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، إنه أواب. كثير الأوبة والرجوع إلى الله عز وجل والتوبة إلى الله عز وجل. فأعظم قيمة قيمتك عند الله، وأعظم مكانة مكانتك عند الله عز وجل، وأعظم رضا رضا الله، وأعظم غنى غنى الله. فنسأل الله عز وجل أن يغني من فضله. اللهم إننا فقراء فاغننا، وإننا ضعفاء فقوينا.